اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده احنا هنعمل مع بعض وصفات للسحور، اللي مش وصفات ولكن احنا بنجهز للسحور اللي ان شاء الله هيكون الاربع او الخميس نتسحر فيه. ايه هنعمله من دلوقتي؟ يعني هندمس الفول، هنعمل الزبادي، هنعمل الطرق دي تبقى عندكم موجوده معاكم لايه؟ للسحور ان شاء الله على خير. طبعا يا غدا قامت من شويه بالواجب مع الفسيخ والحاجات الحلوه بتاعه شم النسيم، ولكن هو بكره ان شاء الله برضه يكون معانا شم نسيم على صغير شويه. ولكن دلوقتي هنحضر مع بعض اللي عايز يعمل طبعا الفول وهو الاساسي والزبادي وشويه حاجات كده حلوين للسحور. واول حاجه طبعا هو الاساس الفول المدمس. كتير جدا متلخبط، عايز اعمل فول مدمس. طبعا طعمه يختلف تماما مهما تجيبي من بره، مش زي فول البيت ولا الريحه اللي بتبقى موجوده لما يكون الفول بيتدمس. طيب احنا بنستخدم ايه في الفول؟ انا طبعا بحبشه، يعني بخليه كده حاجه فول مدمس ملوش زي. ازاي يعني؟ حسب كل واحد بيعمل فول مدمس، حبه يحط عليه فول مدشوش، وشويه ممكن يحط عليه شويه عدس، وممكن يحط عليه ليمونه، وممكن كل واحد بيحط حاجات ايه معينه. انا بقى بحط حاجات كتير جدا فبخلي طعم ميه الفول حلو قوي، يعني بخليه كده ليه قوام وليه طعم. حتى لو كلتي الميه بتاعه الفول من غير الفول نفسها فانت برضو استفدتي. يعني حتى ساعات الاطفال اما نيجي نديهم بنغمس لهم الصغننين دول معانا من الفول، فبتدي ميه الفول او بتهرسي الفول تاخديها من جوه. فالميه الفول هنا انا بخليها برضو غذائيه جدا مش ميه بس. ليه بقى؟ ازاي؟ يعني بحط لها عدس، حط لها فول مدشوش، حط لها جزر، حط لها بصل، حط لها طماطم، حط لها توم. شوفوا قد ايه كل الحاجات دي بتبقى موجوده في ميه الفول. وبعد كمان شويه كمان، يعني كل ده بحطه لها، بديها شويه رز بس مش في الاول. شويه الرز دول بيبقوا في قبل ما اقفل عليه، ان انا بحطه على النار كده على نار هاديه حوالي خمس ست ساعات. ما مش اول الاقي الفول اتهرست لا، بسيبها على النار برده. تمام؟ بصوا بقى، انا هنا غاسله الفول اهو، ما تنقعش كتير على فكره، ده هو ما فيش نص ساعه، فاللي ما يلحقش ينقعه مش مشكله، انا بحب انقعه قبلها بيوم بس. يعني لو ما لحقتيش في دي خلاص، بصوا بقى انا حاطه هنا قدره. القدره دي بتاخد معايا بتتسمى بتاعت كيلو فول. القدره دي بتتسمى ايه؟ بتاعت كيلو فول. انا بحط فيها نص كيلو، اللي هي بتقول انا عايزه قدره مثلا لو انت بتشتري يعني عايزه قدره تشيل كيلو، لا دي اهي انا بحط فيها نص. خلاص انا حاطه ميه تغلي. الميه دي اهي، بصوا قد ايه، يعني كده الميه بتغلي في القدره لغايه هنا قبل اقول اقل من نصها، اهي اقل من نصها. تمام؟ هاخد الفول اللي انا غسلاه ونقعها حبه صغيرين خالص، مش نقعها كتير يعني عشان ايه ما كنتش نقع. انا بحب انقعه قبلها بيوم بس، لو هي ما فيش مش مهم، ده بصراحه بيطلع احلى، بس هو الاصح ان انا انقعه قبلها بيوم، انما ده بيطلع طعمه احلى عشان القشره بتتهري اكتر. كده ده نص كيلو فول اللي غسلاه يا دوبك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايز تعملي كيلو وعايز تعملي نص حسب عدد افراد الاسره، انا بعمل قد ايه. تمام؟ اجي بقى هنا، تعالوا هنا. هاخد بقى على النص كيلو دول بحط ايه؟ يعني نص جزرايه مش كتير، نص جزرايه ونص طماطميه او طماطميه متوسطه. يعني بحط كل الانواع بس مش كتير. على نص كيلو بحط نص كوبايه عدس. ماشي؟ ونص كوبايه فول مدشوش. وبحط ايه؟ قد ايه بصلايه صغيره كلها. وبحط حوالي خمس فصوص من التوم. ده انا بدلع التوم خصوصا ايه فول رمضان ده، بدلعه دلع غير طبيعي. بص في هنا الكركم، بص حبه صغننين، لا بيفرق ان احنا كل يوم بناكله ده اللي بيفرق فيه. وبسيبه بقى كده هيغلي، بس هسيبه يغلي الاول عشان ما يفرش مني، وبعدين اروح مغطيه حلو جدا واوطي عليه واسيبه. ده احط معلقه صغيره على فكره من الكاري، ويعني مش كتير يعني، بس معلقه صغيره على نص كيلو كله، وما بحبوش انا مصفر. خلاص كده هسيبه يغلي عشان ما يفرش، وبعد كده اروح مغطياه، مش دلوقتي، لما يغلي واكمره حلو جدا واسيبه. بصوا هتلاقي الفول عايم وكله عايم جوه. طيب
بعد ما بيخلص بسيبه زي ما قلت لك 4 5 ساعات، لو انا عوزت بعد ساعه ساعه ونص اكشف عليه واشوفه، علشان لو عايز ميه لازم اضيف له تكون ميه مغليه، مش ميه ايه بكبشه كده صغيره، افضلي قلبي من تحت كده لفوق كمان ساعه ونص ولا حاجه، عشان لو حلتك بتبخر الميه بسرعه تبقى انت او البتاع تبقى انت خدتي بالك منها. يا ام احمد اهلا وسهلا، كلمينا تاني يا ام احمد. يا سميحه، يا استاذه سميحه، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ استاذه ورئيسه القسم، انا بحبك قوي حبيبتي، ربنا يخليك. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك جميل، وبصراحه ايدك مظبوطه تسلمي، ممتازه انت، ممتازه ممتازه ممتازه، ربنا يخليكي يعني. ده من ذوقك، ده من ذوقك والله، الله يخليكي. بس انا عايزه اهني اخواتنا المسيحيين بعيدهم، علشان ما سببلكيش حرج، عشان انت ما بتعدهمش خالص، عمرك ما بتقولي لهم كل سنه وانتم طيبين. كل ده ما بتقوليش حرج، كل سنه وهم طيبين طبعا. كل سنه. انا بس لهي عليا الموضوع، قلت انا في الاول على فكره، وقلت شم النسيم وغدا قام بالواجب، بكره ان شاء الله لسه هنعمل، وشم النسيم دارينا كلنا يعني، ده عيد مصر كلها على فكره، وطبعا طبعا كل سنه هم طيبين. طبعا بص كده اهو، حبه فول اهو، طبعا كل سنه هم طيبين، وزمايلنا هنا طيبين، ومصر كلها طيبه يا رب، يعني كلها عيدنا كلنا يعني، ده احنا بنصدق انت عارفه، كل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب. تمام كده اهي، انا بحط عشان اوريك تدمسي الفول ازاي وتخزنيه ازاي، عشان لو انت بتعملي كميه اكبر مش عايزه تدمسي كل شويه، فهتخلي مثلا علبه تقضيك يومين ثلاثه كفايه جدا، والباقي تروحي ايه حطاه في الفريزر. بصي هوريكي دلوقتي، هخلي مثلا علبه واروح واخد الحبه دول. طب انا عايزه بقى ايه، افرضي نسيتي وما طلعتيش على السحور الفول، بتحصل بتحصل كتير جدا، يا نهار ابيض، ده احنا ما طلعناش الايه، ده احنا ما طلعناش الايه الفول، او ما طلعناش على السحور بقى. لا بص بقى، خليكي هتعمليها، هتمسك الكيس كده ونفضي منه، بسم الله الرحمن الرحيم، كده كل الهواء واخد بقى من فوق خالص كده، وابدا ان انا ايه اقعدها، اقعدها كده من فوق كويس قوي، من ايام الكيس كده خالص خالص، افرجي قوي 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 قوي، رفعي على قد ما تقدري، عشان لما ازنق فيه واطلعه ابقى ايه، واروح لفها ايه كده، مش عايزه برضه الفها كتير، ممكن كده وكده حتتين اهم. حاجه بقى لو هو حتى متلج طقطقها كده هتطلع وتفك منك بسهوله جدا، فايه حلو ان انت، او ممكن كمان تعمليها نصين بس، يبقى ايه تحتها على الاخر كده، تمام كده، بس كده. اطلع بقى فاصل وهنكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل على قد ورجعنا من الفاصل. دلوقتي بقى بصوا بنعمل ايه، هنعمل مع بعض الزبادي. طبعا احنا الزبادي بيبقى في رمضان يوميا، مع ان احنا اتفقنا ان احنا عايزين الزبادي طول السنه مش في رمضان بس، لان هو من الحاجات المفيده جدا جدا جدا، فحلو قوي احنا طول السنه ناكله مش في رمضان بس. فالنهارده هنعمل مع بعض نوع الزبادي، وهنعمل كمان اللي بالفواكه او بالمربى للاطفال اللي بيحبوه او الكبار كمان، يعني كتجديد في الزبادي بتاعه، بس هعمل لكم الاصلي وهنعمل مع بعض اللي بالفواكه او بالمربى. احنا بنعمل ايه؟ بصوا بقى، احنا بنجيب اللبن بتاعنا، اللبن العادي خالص، وادفيه على النار تدفيه بسيطه جدا، اللي هي زي بيسموها دمعه العين، يعني يا دوبك انا بعد ما غليته خلاص بسيبه يبرد، انا بغليه بغليه بس بسيبه يبرد، او لو هو ساقع بسخنه دفى بسيط جدا، يعني ما اعمل كده ما يلسعنيش، يبقى دافي كده حلو. ليه؟ ان انا بحط له الزبادي عليه، الزبادي زي الخميره، زي الخميره دي لو انا زي اللي بنحط الخميره، لو حاجه سخنه قوي بيقتلها، الحاجه سخنه قوي بيقتل الخميره، فلو اللبن سخن وحطيت له الزبادي فالزبادي برضو ايه بيقتله، وبيقعد كتير جدا على في الاخر خالص بيخسر، لو هو بيخسر يعني اللي هو بيقولوه ان هي بيفصل يعني، بس مده طويله جدا. فعشان انجح الموضوع قوي بعمله في ايه، بعمله معلقه كبيره من الزبادي، كبيره يعني قولي معلقتين عشان يبقى كبيره، دي معاكي اللي بناكل بيها دي، معلقتين على كيلو اللبن، بحط كيلو اللبن في الخلاط بعد وهو دافي عشان اخلطه حلو جدا، ويبقى سهل بالنسبه لك، ويعمل لي الريم اللي على الوش اللي هيتحول لقشطه، يعمل لي الريم اللي على الوش اللي هيتحول لايه؟ لقشطه. تمام كده؟ اهو هاخد كده على الكيلو، ونقول مش الكوبايه كلها بقى، انا كنت لو بحط الكوبايه كلها فكان يديني مزازه اكتر، لا خليكي
معلقتين حلوين واضربهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتاكد بقى ان الزبادي ايه. ايوه لبن هيطلع. ايه انزل هيطلع. بصوا هنا بقى انا عايزه اوريكم كمان هنا اللي انا حاطه ايه فوق الفول هنا بدا يغلي. حاطين حله وفيها ميه. طبعا انت ممكن ما تعمليش كده خصوصا لو عندك اطفال عشان تفضل الميه دي سخنه. احب ازود منها الايه الفول. بس لو عندك اطفال ما تعمليش كده. لا اما تعوزي ميه اغلي في البراد ميه. مفيش اطفال وكل ما شاء الله كبير وفاهم وعاقل يعني برضه تعمليها وتخليكي ايه على جوه برضه ما تطلعيش بره خالص عشان افرضي لا قدر الله. فالاحسن ما تعمليش كده طول ما في ما تعمليش كده اصلا. بصي يعني لا مش هتعمل ما تعمليش سخني ميه وحطيها خلاص بلاش تعملي كده. يا عبد الله اهلا وسهلا. يا عبد الله ازيك؟ انا يا شيخ انا بحب حضرتك حبيبي. ربنا يخليك. عامل ايه اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله وحضرتك طيب. الحمد لله الحمد لله. انا بحب اتفرج على البرنامج بتاعك قوي يا شيخ. حبيبي ربنا يكرمك يا رب. قول لي اخبار رمضان معاك ايه؟ زينت البيت ولا لسه؟ الحمد لله جبت. يلا يا مسهل. لا جدع بقى ماشي. شكرا ليك يا حبيبي تسلم. خلاص كده انا كده ايه الزبادي قلب كله. بسم الله بسم الله. طبعا ممكن تعملي كل يوم الزبادي وممكن ما تعملوش كل يوم. يعني الزبادي ده انا ممكن اخليه معايا في التلاجة حوالي لو هتعملي كذا يوم يعني اربع ايام خمس ايام. اربع ايام خمس ايام. بصوا بقى بيعمل الريم ده. ده اللي بيتحول لقشطة لما بيعمل لما بيجمد. بصي بصي على الوش يا ام محمد. كلمينا تاني. بصوا بقى الرغاوي دي هي دي بديكي وش كان بقى ايه حاطه قطعه وش قد كده على وشها. لا هو ولا بحركها ولا بعملها اي حاجه. دي بقى يا اما انا عندي مكنه زبادي يبقى انا بحط في كوبايه الزبادي واحطه في المكنه. طب انا ما عنديش مكنه زبادي اعمل ايه؟ الفرن بتاعك تعملي بقى زبادي بالليل بقى روح مسخنه الفرن وطفياه تمام. وبعدين سخنته وطفيته وروح قافله. سخنيه لمده 10 دقائق يا ام محمد. ايوه زي حضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب يا حبيبتي. تسلمي اهلا وسهلا. يا رب تفرحي باولادك ويخليهم لي ليكوا جميعا يا رب يا حبيبتي. تسلمي احنا جميعا يا رب. بس عايزه كنت اقول لك حاجه على الفول. اتفضلي. الفول احنا بنحط بدل الفول المدشوش بنحط قمح. جميل. والقمح بيدوب خالص؟ شويه قمح وشويه عدس اصفر بس. حلو قوي. جميل جميل القمح برضه. القمح بيديله طعم حلو وشكل حلو. الفول الاخضر المدشوش بيخليه مبيض. المره الجايه نعمله بالقمح. كمان الفايش برضه. الفايش؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. الفايش قولي لي. الفايش ما حطيتلوش محلب وهو ده الاساسي. نحط له المره الجايه محلب. حاضر. ايوه هو ده اللي بيعمل ريحه وطعم. الايه؟ بيعمل ريحه وطعم للمحلب عشان احنا في عايده. المحلب جميل. لا فعلا. لا طبعا بس المحلب مش دايما عندنا في البيت. يعني دايما مش دايما المحلب متوفر او لو لقيته بيبقى ساعات اللي هو عايز يدق او يطحن مش دايما متوفر قوي. فالافران ما بتعملش للمحلب. انما انتوا طبعا بتعملوها وفعلا بيديها ريحه وطعم حلو جدا بس مش دايما موجود. بس ماشي نعمله طبعا ان شاء الله ونلاقيه ان شاء الله على خير. شكرا جدا ليك. وطيب يا حبيبي ربنا يكرمك. استنى ثواني ثواني عليا ثواني عليا. خلاص احنا عملنا بالطريقه دي. حطيت صينيه وحطيت ميه سخنه فيها مغليه وهروح ايه مدخلاها الفرن اللي انا سخنته لمده 10 دقائق ربع ساعه. وبعدين ايه ادخل فيه الصينيه اللي فيها ميه مغليه. هسيبها قد ايه؟ حوالي ساعتين. وبعدين امسك الكوبايه. ده اللي ما عندوش مكنه الزبادي. هي يعني رخيصه على فكره وحلوه قوي ان احنا عايزين طول السنه نعمل زبادي بقى. امسك كده لقيتها لسه طريه خالص. بعمل ايه؟ بروح مطلعه كده والميه دي احط ميه مغليه تاني واروح حاطه ارجعها الكوبايات. يعني اطلع منها الكوبايات واسخن ميه مغليه تاني وادخلها الفرن. بس تدخلش الفرن تاني بقى خلاص. هي ميه مغليه بس هي هتبدا ان هي تعمل لها ايه السوا بتاعها. وكمان عايزه اقول لكم الصيف جاي
يعني احنا خلاص الدنيا بتبقى حر قوي، لو انا خدتهم زي ما هو كده ولا سخنت ولا عملت ومن بالليل رحت حطهم وقفل عليهم الفرن هم استووا لوحدهم، تمام كده؟ طب انا عايزه اعمل ابو مربى. مربى عندي او فاكهه، هو نفس الخليط، هجيب كوبايه او اجيب اي حاجه زي دي، هجيب كوبايه دلوقتي واروح حاطه معلقه كبيره من تحت من المربى واصب عليها الايه؟ الزبادي زي ما هو او اللبن اللي بالزبادي، تمام؟ هطلع فاصل اوريهولك بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وكده عملنا الفول، انا واقفه جنبه عشان شم ريحته بصراحه تحفه جدا. وعملنا الزبادي، عايزه اقول لكم انا عملت اللي بالفاكهه اللي هو ولا حاجه، ده المربى اللي احنا عاملينه مع بعض اللي هي بالتفاح، مربى التفاح. شايفين اهي؟ دي اللي انا حطيتها في ارضيه الكاس او ارضيه البوله اللي احنا هنعملها، وبعدين احط عليها الايه؟ اهي بصوا جميله جمال ما شاء الله، ده التفاح اللي عملناه مع بعض، المربات كلها اللي احنا اشتغلنا بيها، ودي اخر حاجه كانت موجوده معايا اللي هي مربى التفاح. حطيتها اهو بصوا كده، واحط عليها الزبادي عادي، خلطه الزبادي اللي عاملاها اللي هي باللبن، واسيبها لغايه ما تكبر، واحط عليها معلقه كمان من فوق، وقدميها بقى اللي بيحبوها بالمربى. عايزاها بالفاكهه يبقى هتعملي ايه؟ تستني الزبادي خالص لما يتعمل، وبعدين تحطي عليه بقى ايه؟ فاكهه. حطي بقى يعني عامل زي الزبادو، حطي بقى فاكهه وحطي عليها الزبادي، اضربي لهم في الخلاط واشربوها كده. هنعمل كل الحاجات دي ان شاء الله مع بعض في رمضان ان شاء الله على خير، معاكم وقت بقى طويل من الساعه 4 ان شاء الله للساعه 6 هنعمل فطار وسحور وحلويات. ادعي من بكره. حلو حلو والله، وقت جميله فعلا. وبعدين تروح على الفطار على طول، احتمال في مائده رحمن بره ناكل فيها، مش مهم، حلو تغيير، تمام. طيب نعمل مع بعض بقى نوع جبنه، نوع جبنه كده حلو اللي هي جبنه مطبوخه، عارفينها؟ تنفعنا في سحور، تنفعنا في فطار، تنفعنا في اي حاجه نحطها على اي صواني على اي حاجه. الجبنه المطبوخه دي عباره عن ايه؟ بصوا انا عندي هنا 3 كوبايات لبن، 3 كوبايات من الاول 4 ما يجراش حاجه، اروح حط عليه هو كيلو، يعني كيلو و4، عايز قليلين شويه خلاص خليهم 3، احط عليهم نص كوبايه جبنه رومي او جبنه شيدر مبشوره، اي نوع جبنه، جبنه رومي او جبنه شيدر مبشوره، نص كوبايه، نص كوبايه جبنه قريش، معلقتين زبده، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار ايه؟ نشا، ركزوا. هاخد بقى اللي انا عايزاه ده اختياري، شويه فلفل حامي احمر وشويه زيتون. ومدام ناديه معانا، اهلا وسهلا. الفل على احلى نوجه بجد بقى، صباح الفل عليك بجد، جبتي من الاخر كل حاجه حلوه عاملاها ما شاء الله عليكي، ربنا يخليكي والله. كفايه وشك البسوس والتفاؤل اللي الواحد بياخده منك، والله يشوف نجلاه. تسلمي يا رب، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك يا رب. احنا وانت يا رب، تسلمي. شويه الفول دول هيطلعوا زبده، ها والله ريحتهم تحفه جدا. انا شايفه وحضرتك بتبططي الكيس اكنه استوى خلاص ما شاء الله. لا ما دام مستوي ده مسويه لا كدا. يعني مستوي مش كده محصول، يعني ما شاء الله جميل. الله ينور عليك، والزبادي مدلعاه على الاخر ما شاء الله. صباح الفل عليك، كل سنه وانت طيبه وانت طيبه وكل شخص طيب يا رب، وانت طيبه وبخير، كل اسرتك تكون بخير ان شاء الله يا حبيبي. امين يا رب. احنا وانت يا حبيبتي تسلمي، شكرا جدا ليك، كل سنه وانت طيبه. لا انا طبعا ما بخزنش الفول غير وهو مستوي، ماشي؟ وبعدين عشان عايزاه يبقى حبايه سليمه ما تقلبيش كتير في الفول، يعني ايه مثلا عشان اتاكد ان هو مش لازم تحت باخده تقليبه واحده، فتلاقي ايه الحبايه سليمه. انا في ناس تحبه مهري او تحبه مثلا متكسره، قلبي كتير وهو بيستوي هتلاقيه بدا ان هو يتهري منك. بس يا محمد اهلا وسهلا. انا مش بنجاح قد كده بجد. ازيك عامل ايه يا محمد، اخبارك؟ الحمد لله والله كويس الحمد لله. قولي ليك اي سؤال يا محمد. لا بس كنت بطمن عليك. يا صباح الفل عليك، شكرا يا محمد. بص بقى، نص كوبايه جبنه شيدر مبشوره او جبنه رومي مبشوره، نص كوبايه، نص كوبايه جبنه قريش، الجبنه حلوه جدا ان شاء الله، وحط هنا معلقتين كبار من الزبده، ومعلقتين كبار من النشا، كله في الخلاط، والملح هحط معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الملح،
عايزاها حادقه شويه زودي، عايزاها كده، دي كده ان شاء الله مظبوطه جدا. واضرب ده كله في الخلاط. يبقى تاني هقول نوع الجبنه المطبوخه دي ايه. حطيت 3 كوبايات من اللبن، 3 كوبايات من اللبن، عليهم نص كوبايه جبنه قريش او جبنه شيدر مبشوره، عليهم الاثنين يعني جبنه، يا جبنه قريش، جبنه قريش اوكي، يا جبنه رومي، يا جبنه شيدر، نص كوبايه، عليهم معلقتين كبار من الزبده، معلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من الملح. كل ده هضربه في الخلاط لغايه ما احس ان كله ايه بقى مختلط ببعضه. بعد كده حل على النار بسخنها اهو، وهنزل بالايه بالخلطه دي. تمام كده. احنا طبعا عاملين مع بعض ايه، عاملين مع بعض المربات قبل كده كتير جدا، تنفعنا طبعا في رمضان. يعني بشرح عليكي النهارده ان احنا ممكن نعمل مربة جزر، ممكن تعملي مربة فراولة، كفايه نوعين خلصيهم، ما تعمليش كتير خالص، كيلو وكيلو، لما يخلصوا نعمل تاني. ماشي، ده كده عشان يبقوا موجودين معاكي برضو في حلويات، في اي حاجه تنفعك في رمضان ان شاء الله. تمام، ابدا بقى كده اهو اقلب بقى لغايه ما ايه الخليط ده كله يغلي، وعشان النشا اللي انا حطاه يستوي، وكل بص الزبده وكل الجبن دي بتسيح تخش مع اللبن. هتكوني حوالي كيلو جبنه من الحبه الصغيرين دول اللي هم ايه، اللي هم نص كوبايه الجبنه الرومي او الجبنه الشيدر المبشوره، ونص كوبايه من الجبنه القريش بس. فهقلب فيها لغايه ما ارجع لكم من الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى على الجبنه اهي، غليت كده قوي اهي، وطبعا لازم تفضلي تقلبي علشان ما تشيطش منك من تحت، اوعي تسيبيها تتركن، بس غليت اطفي. تمام، وهويها بقى، اسيبها شويه. تمام كده. انا بقى عملت ايه هقول لكم دلوقتي. الجبنه المطبوخه دي اللي انا عملتها ازاي، دول كيلو لبن، 3 كوبايات مش كيلو، اقل، 3 كوبايات دول، عليهم نص كوباية جبنة رومي أو جبنة شيدر مبشورة، نص كوباية جبنة قريش، معلقتين زبدة كبار، معلقتين نشا كبار مليانين، يعني معلقة الرز كده بس مليانة هرمي كده، كلهم مع معلقة ملح صغيرة ضربتهم في الخلاط، نزلتهم على النار يغلوا زي ما شفتي كده، إيه كأني بعمل مهلبية. تمام، اهويها، بجهز بقى علبه عندي بلاستيك، علبه، بص انا العلب دي اللي هي دي بغطا كده عشان الخص وتترمي على طول بعد كده، اللي زي كده عارفينها طبعا، بنشتري فيها جبنه كتير وبتتباع في كل حته يعني رخيصه خالص، عشان انا ممكن اعمل منها كميه واخليهم، بس بلاش كميات، انا ما بحبش كميات. اهوي بس ما احطهاش سخنه في البلاستيك. يا اسماء. الو، ازيك يا اسماء؟ الو الو، ازيك؟ معاكي، سامعاكي. الو يا شيف، انا بحبك جدا حبيبتي، ربنا يخليك. انت ايه اخبارك؟ كويس الحمد لله، كل سنه وانت طيبه يا اسماء. وانت طيبه. قولي لك اي سؤال. وانت طيبه. اه، عايزه اعرف طريقه البسبوسه والبلح الشام. حاضر، بص بقى ان شاء الله رمضان جاي اهو هنعمل كل حاجه حلوه. انا بقى ايه بسيبها طبعا بتبرد عن كده، طبعا ما تحطهاش سخنه كده، واحطها في علبه بالشكل ده، اي علبه انت عايزاها. وبعدين احط لها بقى ايه، انا هنا حاطه زيتون، فلفل، اي حاجه انت عايزاها بالشكل ده، مثلا حطي في علبتين ثلاثه. يو لو 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 بتاع سخنه لسه، استنى 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 عشان حرام ما يدلقش. مالهم في بوله طبعا عشان عملتها عشان مستعجله، ما علينا، حطهم في بول. ماشي يا حبيت اوريكي نفس اللي انا عملته ايه في التحضير كده. ماشي، او عايزه مثلا ممكن حاجه تانية صغننه برضو عشان نبقى ايه عملناهم زي بعض، بس طبعا عايزاك تعمليهم في علب علشان تغطيهم، حاجه بغطاها يعني، بس سيبيها تبرد خالص وبعدين ايه تشتغلي فيها بالشكل ده كده اهو. ادي كده الجبنه يا رفايده،
الو ازيك؟ وشويه شطه فلفل حامي كده احمر. عامله ايه انت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. احنا بنتفرج على حضرتك كتير قوي، وماما ما بتقومش من قدام التلفزيون خالص. حبيبتي سلمي لي عليها ولا كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. عرفتي موعدنا في رمضان؟ والله يعني احنا كنا عايزين نعمل اكل هيلثي في رمضان. هتعمل اكل هيلثي في رمضان؟ اكل هيلثي اكتر في رمضان. هنحاول. ماشي حبيبتي. بصوا بقى، انا بس عايزه الجبنه اهي، بصوا هوريها لكم دلوقتي وهي مستويه، وهي بعد ما تبرد دي بحطها في الثلاجه 10 ساعات مثلا، يوم نحط فيها النهارده لغايه ثاني يوم. هوريها دلوقتي، بس انا طبعا برضو عاملاها ما عادتش كتير، انا هحطها في الفريزر حتى عشان تلحق تجمد. شوفوا هي جامده شويه. هحط بس هنا العيش يتعجن. حاطه هنا كوبايتين دقيق ابيض، كوبايه دقيق بلدي لو عايزه، مش عايزه سبيق ابيض، سبيق ابيض زي ما هو برضو يبقى جميل قوي مش وحش، ومعلقه خميره ومعلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره. ماشي. وبعدين ابدا ايه، فين الكف يا اولاد؟ الكف 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 اهو. بسم الله. نزلتهم لكم اهو، بس ما تعملوش حاجه دلوقتي، خليها رمضان يبقى ليها ايه، يبقى ليها طعم الحاجات دي. اقلب كده وازود ميه دافيه عليها شويه شويه، وبعدين هفرد على ايه، على الرده. تمام كده. طب ثواني بس، فين العيش؟ طب لما ارجع قدام قد ايه هتديني وقت؟ طيب ادي بس انا هفرد شويه كده العجينه دي، بعد ما بتخمر بصوا بخمرها كور كده عشان تفرد معايا بسهوله. هفرد منهم كام رغيف من البلدي، وهوريك كمان ازاي تخزنيهم في الفريزر من غير ما يلقطوا اي روايح بعد الفاصل. الفاصل نواصل. على قد الايد. رجعنا من الفاصل واحنا بنسوي العيش البلدي بتاعنا الطري اللي هنعمله للسحور، وان احنا بعد ما بيبرد خالص خالص ببدا ايه، كل رغيفين في كيس، ما تحطيش كلهم في كيس واحد كبير فيتفتح وتقفلي وتفتحي وتقفلي، يلقط اي ريحه من الفريزر فتحسي ان هو حاجه مش طازه. انا بطلعه كيسين اتنين بس، بص كيس ثلاجه مش الشرط الكبيره، اتنين اتنين في الكيس. انت شوفي بقى تطلعي بقى اتنين كيسين تلاته اربعه زي ما انت عايزه. بعد الفطار بشويه للسحور بقى حسب بنتسحر الساعه 2، ابدا ان انا من بعد الفطار بشويه على الساعه 10 ولا حاجه اطلع العيش اللي انا عايزاه واروح حطاه على الترابيزه كده كيسين او ثلاثه واستعملهم وابدا على الفطار، هيكونوا لسه كانه لسه مطلعاهم من الفرن زي الفل، ولا لاقطين ريحه ولا اي حاجه، لازم كيسين وخلاص على كده. تمام. طيب هنيجي بقى دلوقتي، مش عايز تشوف نفسك ليه، مش عايز ارفع يا بابا ارفع وتقلم الادب على راي ابني. والله اقول له يا ابني كفايه العيش اللي ما سيبوش اسيبه يتحرق، هو لازم يترفع لازم. انا ما اقدرش اضحي بالعيش حتى لو ما اتنفخش، مش مهم. اهو نحط التاني. هو دايما اول يعني ايه، عشان طبعا ده اول واحد بيبقى معمول من الصبح، اول واحد في الطاسه ما يشجعكيش قوي، بس بعد كده ان شاء الله كل طاسه بقى ايه خيط عليه. بقلبه الناحيه دي كده يا دوبك، واحد اتنين اربعه، عدي كده ال 10 على السريع، واروح ايه حطاه على الناحيه الثانيه ونعد ال 10 على السريع. وبعدين ايه اروح على بقى الناحيه الثانيه واسيبه بقى ياخد راحته. بصوا بقى الجبنه اللي معانا دي اللي هي معموله، انا الزبادي طبعا حطاه في الفرن اهو، فرن سخن، صينيه ميه سخنه. بعد شويه ابدا ان انا ايه، لو بعد ساعه ونص ولا حاجه اروح حاطه ميه مغليه تاني، اغلي ميه في البراد واروح ايه حطاها وسايباها بعد ما هزها كده والاقيها ايه لسه طريه، انما لو بدات تجمد خلاص بساعات من الحر بتلاقيها مسكت نفسها على طول، تخش ساعتين ثلاثه زمن بالكتير. والفول على النار. معانا مين؟ تسهيل، اهلا وسهلا. الو الو ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. رمضان كريم وكل سنه وانت طيبه. وحبيبتي وانت طيبه يا رب، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. قولي ليك اي سؤال؟ عايزه اعرف طريقه ام علي. حاضر عينيا. بصوا بقى كده، طبعا هي دي لسه معموله الصبح، بس بصوا جبنه برضه اهي، دي بقى بتبقى ايه
زي الكاوتشه كده. هحاولها لك ان شاء الله بقى ايه على السحور اللي جاي ان شاء الله. هاجي لكم يوم الاربع نعمل السحور ان شاء الله على خير. بتنشف خالص بس لسه جديده اهو. بصوا حتى لسه عاملينها بدات تمسك نفسها. فدي بسيبها لتاني يوم زي ما قلت لك لتاني يوم. تمام. بتقطع كاوتشايه كده في ايديك خلاص. دي اللي بالزيتون ده اللي بالفلفل. مين معانا يا رانيا؟ الو صباح الخير مدام نجلاء. صباح الفل. ازيك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله. انت عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. اولا انا بشكرك على كل الوصفات الجميله اللي حضرتك بتقدمها لنا. وكل سنه وحضرتك طيبه ويا رب رمضان يكون دخلت خير علينا كلنا يا رب. ان شاء الله ان شاء الله احلى رمضان ان شاء الله على خير باذن الله. مدام نجلاء انا بكلم حضرتك في موضوع ملوش علاقه بالطبخ. وانا عارفه واسفه ان انا بكلم حضرتك في الموضوع ده. بس انا تعبت مش عارفه اوصل لاي حد وما لقيتش قدامي الا حضرتك عشان صوتي يوصل. ايه بقى؟ ويا رب يا رب يا رب حد من المسؤولين يسمعني. قولي اتفضلي. دلوقتي يا فندم بالنسبه لوباء كورونا اللي احنا فيه. ودلوقتي الكل بيتكلم على العالقين المصريين اللي خارج مصر. اللي هم اصحاب اللي هم بتاشيره زياره وعمل محدد المده والكلام ده كله. قاعدين بيرجعوهم وكتر خير الدوله. ايوه احنا مش معترضين. لكن دلوقتي انا هتكلم تحديدا على اللي في السعوديه عشان انا تجربتي مع زوجي في السعوديه. ماشي. هو دلوقتي قاعد في البيت بقاله شهر ونص. أيوة. هو أصلا سافر السعودية عمل. وقاعد دلوقتي صاحب العمل قال له مفيش عمل اقعد في البيت. أيوة. طيب دول وضعهم إيه يا فندم؟ يعني ما لهمش مصدر دخل قاعدين في البيت. يعني حتى يأكلوا ويشربوا معهمش فلوس. طب الدولة هتنظر لهم إمتى؟ بصي هو في كان في رقم كان اصلا ابني نفس المشكله على فكره. بس انا ابني في دبي مش في السعوديه وبرده سايب الشغل وبرده مش عارف ينزل. فلازم في بقى بيتوجه للسفاره بتفضل تتصلوا. او في كمان اللي هي لسه جايلي نمره امبارح حاجه بتاعت الهجره كده. بيبداوا تتصلي بيها. حاول ادور عليها النمره كانت معايا. اشوفها لكم معايا. ده لسه بس امبارح. بس هي مشكله مش مشكلتك بس, مشكله ناس كتير جدا. بيتوجهوا لل بيتصلوا بالرقم ده علشان وزاره الهجره حاجه كده يعني. تمام. دي بقى بيبداوا ان هم يتواصلوا بيها عشان يبداوا ان هم ينزلوا مصر ويعيشوا هنا. هنعمل ايه؟ بس هي نفس المشكله هي عندي برضو. انا ابني في دبي بقى له شهر برضو قاعد من الشغل ومش عارف ينزل. وده برضو اللي عمالين ان احنا نحارب فيه. وعماله اتصل واتكلم مين لسه لغايه امبارح. ف اخر حاجه كنت واصله ان هي كانت وزاره الهجره. بنكلمها في نمره هشوفها لك. ممكن تكلمي تاني القناه وتاخديها ان شاء الله على خير. وحاولي برده كل شويه هو يتصل من هناك او انت تتصلي من هنا. بيتحدد له ميعاد ان هو ينزل ان شاء الله. يعني في طيارات هتروح تاخده الكل باذن الله يعني ان شاء الله. بس ربنا يعني يحافظ عليهم وعلينا جميعا ان شاء الله على خير. تمام. ربنا يكرمك وتتنفخ ان شاء الله على خير. تمام. بس كده. فان شاء الله ان شاء الله خير يعني. بس كده احنا كده حضرنا السحور بتاعنا. عملنا الفول, عملنا الزبادي, عملنا الجبنه المطبوخه, وعملنا كمان العيش البلدي. ويا رب كده يعودوا علينا جميعا بالخير والصحه والعافيه. واخواتنا المسيحيين طبعا واصدقائنا كلهم كل سنه وهم طيبين وعيد سعيد عليهم وعلينا جميعا يا رب. هو عيدنا كلنا مش عيدهم بس. وكل سنه وهم طيبين واشوفكم على خير. لا لقاء.